السلام عليكم، اهلا خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، كلشي بخير، مزيانين. نقدم معكم ان شاء الله هذا النهار شويه اللحم مفور اللي غنفور انا وليداتي في الدار. عبد الرحمن هو كيقطع لنا الشوى ديال العيد باش نديروه في الفريكو، هو مقطع كنديروه طريفات. ايوا هذا عندي شويه الكمون ومليحه وكنحطوه يفور، كندير له هنا غير الملح والكمون، يعني حتى كيطيب، وعاد كندير له عاوتاني شويه الكمون اللي جنب السوس مليحه، ما كندير له لا الشرموله، كاين اللي كيبغي يدير له البصله والمعدنوس في الاول ديال الكسكاس، انا ما كندير له ما والو، ما كناكلوش ديك البصله وديك المعدنوس وداك الشيء، كيطلق داك الشيء غير البنه وصافي، ما كيتنكش الحق. هكا المليحه والكمون كيجي بنين، كيجي غزال. ها هو بابا كيقطع اللحم، ها نتوما كيما كتشوفوا معانا، ماما هي كتشرمل لنا شنو سميتو مفور مفور. انا نديرو غير الكسكاس ديال الكوكو، ها نتوما كتستو بحال هكا في الكسكاس ديال الكوكو هنا، يعني ما عنديش كميه كبيره اللي نديرها في الكسكاس ديال البرمه، عندي شويه هكايا اللي كنملحو هكا عادي وكنصبو هنا. دابا ان شاء الله ندير غير الكوكوط فيها شويه د الماء، كيجي الصراحه هذا المفور كيجي بنين، كيجي غزال. ندير الكوكوط فيها شويه د الماء ونحط الكسكاس ديالي يفور. ها هو الكسكاس ديالنا من بعد ما شرملته نمشي نحطو يفور. عبد الرحمن كيقطع اللحم، غنخليه يقطعها باش نشرمل معكم واحد الدجاجه. انا عندي صراحه واحد البيد ما كياكلش اللحم ديال العيد، اسحاق ما كياكلش اللحم ديال العيد، عنوض نشرمل له واحد الدجاجه ان شاء الله، نحطها له نديرها له تحمر، ما كياكل لا شوا هو لا كبده لا مفور لا حتى حاجه، اللحم ديال العيد ما كيدوقهاش كاع. نصاوب معكم واحد الدجاجه، نصاوبها له نحمرها له ان شاء الله باذن الله، باش يبقى ياكل معاها مسكين، ما ياكل معانا حتى هو، حنا ناكلو اللحم ديال العيد هو ياكل الدجاج محمر. ايوا خليكم معنا ان شاء الله باذن الله، حنا نشاركوا معكم الغديوه ديالنا ونرجعوا معكم. ها نتوما ها هو بابا كيقسم الشوا ديالنا، نتوما ديروا في ميكات، عطينا الشوا ديالنا اربعه ديال الميكات، ها الميكه الاولى، ها الميكه الثانيه، الميكه الثالثه كيعمرها بابا، ها هي الميكه الرابعه. حنا قسمنا الشوا ديالنا طريفات، حنا كنقسموهم هكا طريفات على حساب باش ما يمكنش دير اللحم في الفريكو وديرو في ميكه وحده، يعني كديرو هكا القدر اللي كتكوني عاد ديريه، اللي كتكوني عاد طيبي يعني عاد شويه في الصباح، هي اللي كتجبدي ميكه وحده اللي كتكوني عاد شويها، كتحتاجي يعني ميكه اللي عاد تاكلي كتجبديها تاكليها، باش لا درتيه كامل في ميكه وحده يعني ما عاد تجي تجبديه باش تشوي غتلقاي صعيبه، ما عندكش كديري تفرقيه. حنا كنديروها على هاد القدر هكا كل 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 صباح ملي كتبغي ولا في عشيه تبغي تشوي كتجبدي الماء كتشرمليها شويه. حنا فرقنا الصراحه، قطعناه طريفات فرقناه على هاد القدر هكا وكنديروه في الفريكو باش ملي نجيو ان شاء الله نجبدوه، تجينا طريقه سهله وتبارك الله عليكم. يعني غنشارك معكم الدجاجه ديالنا، الدجاجه بقينا شويه ديال القزبر مع الثومه، بعد ما نصبنا ديك اللحيمه حطيناها تفور. دابا نشرب الدجاجه اللي تكون ديال اسحاق، عندي هنا شويه ديال المعدنوس مدقوق مع شويه ديال الثومه مليحه، ما درتش ملحه بزاف، شويه على حسب الدجاجه عندي ما تقدر الملحه، نديرها شويه الخبطه، شويه ديال الابزار، شويه الابزار كتي دجاجه وحده الصراحه ماشي بزاف، شويه ديال السكنجبير نشرملوها نخليوها تدخل فيها الشرمله شويه على ما يتفور لي اللحم. هاد غنصبها ونخلط هاد الشرمله بزويته بلديه هي شويه تدخل فيها الشرمله، نخدم بلديه اسمعي نخلطها بلديه صغيره. انا عندي الصراحه شاربه الملحه الورد يسحق الدجاج حمر، حنا شرينا الحولي هو شرينا له الدجاج، كيقول لنا جيبوا لي الدجاج، جيبوا شرينا الحولي وجبنا وجيبوا لي الدجاج ديالي، ما تاكلش هو اللحم حقيقه.
غنشرملها مزيان ونخليها ترقد واحد شويه في شرموله باش تدخل فيه هذاك الشرموله. بعد ما نشرمو بعد ما نشرملوها نرجعوا معاكم. هي الدجاجه ديالنا كملناها بالشرمل شرملناها مزيان. شرملنا هذا بعد نشدها ونضرب لها شي تكتيفه نكتفها نشدها هكا خويط ونكتفها ونخليها تشرب ليها بليقامه مزيان باش تجي داخله فيها معايا. صراحه تبارك الله كبيره ف الشرموله تسوى وقت طويل باش تدخل فيها خاصها تشد طياب. دابا ان شاء الله نخليو هاد نربطو لها الرجيلات ديالها ونخليوها تشرب هاد ليقامه وديك الساعه نرجعو معاكم نكونو كنصبوها ان شاء الله باذن الله وبقاو معانا. المفور ديالنا اللي شاركنا معاكم هو طاب صراحه جا غزال جا فتي طاب تبارك الله هبط. ايوا ان شاء الله باذن الله هي هذه الغديوه ديالنا ديال نهار اليوم يعني ثاني عيد يعني زويتنات وشويه المناضه كويسه المناضه يعني المناضه بطبيعه الحال ضروريه مليحه كويمن ومليحه. هذه هي الطبيله ديالنا ديال نهار اليوم نهار اليوم شاركنا معاكم هذه لاله اسماء لإنصاف نو لإنصاف تغداي. إيوا هادشي اللي كاين كنتمنى تعجبكم. شكرا ليكم بزاف بزاف وشكرا على التتبعات ديالكم والله يسهل عليكم. ما تنساوناش من لايكات وديروا النجيم وضغطوا على الجرس باش يصلكم الجديد ديالنا. واللي مازال ما تابوناش لاشين ديالنا يتابونا معنا وينساش لايك. صراحه كتبان الشعر عندنا واحد السرجم هنايا غبرت طبلة كاينه ما كتبانش مزيان. يلا السلام عليكم ومع السلامة وبالصحة والراحة.